بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة تبوك. ثم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح. فقال، وقف عليها، رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو القائل رسول الله، قائل هو، فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ النصف ما هذا بالنصف؟ ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئا لي زادا، ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك. وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك. قال أبو خيثمة لعمير ابن وهب: إن لي ذنبا، فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، ودعا له بخير. هذا الكلام كله في غزوة تبوك. وغزوة تبوك حصل فيها أمور عظيمة،
من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وما لطف الله جل وعلا به في المسلمين، فقد لطف بهم وعانهم مع أن الغزوة شاقة، والجيش الذي انطلق إلى تبوك يسمى جيش العسرة، وهكذا ففيه التعب والشدة، لكن الله جل وعلا لطف برسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه واقعة من الوقائع التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فهذا أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه من خيار الأنصار، وهو ليس عنده أي نفاق، وإنما تخلف لسبب من الأسباب. فلما جاء في يوم إلى امرأتيه في حائط الله في بستان الله، وكل واحدة لها عريش خاص بها، وقد رشت الأرض العريش وهيأت له الماء البارد والطعام الشهي، حتى إذا جاء يأكل ما يريد وينام ويستريح. فلما جاء وجد امرأتيه بالباب، كل واحدة واقفة على باب عريشها تريد منه أن يدخل، فتأثر رضي الله عنه فقال في نفسه: رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح، الضح الحر الشديد والشمس، وأبو خيثمة بين امرأتين حسناوين، وكل واحدة هيأت الطعام وبردت الموقع ليستريح فيه، قال رضي الله عنه: والله ما هذا بالنصف، يعني ما يليق بي أن أرغب عن قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر على ما يصبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فهم راحتهم وأنسهم واجتماع كلمتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في أي حال هو عليها عليه الصلاة والسلام. فتأثر من هذا المنظر الذي رآه بالنسبة لزوجتيه وعريشيه والماء والطعام وبرودة الموقع مع أن الحر شديد، فقال: ما هذا، والله بالنصف، ما هذا حق عليك يا أبي خيثمة، عليك أن تسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشاركه بما هو فيه. فأقسم على نفسه رضي الله عنه أنه لا يدخل عريش واحدة منهما حتى يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منهما أن يهيئ له الزاد والطعام ليحمله معه، ويهيئ له ما يحتاجه في سفره، واستدنى ناضحه أي البعير الذي يسني عليه ويسقي نخله فيه، وهيأه وركبه وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء الطريق قابله أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذا الذي ذكر اسمه معنا الآن، قابله وتخاوى وإياه يستأنس بعضهم ببعض. فلما قربا من تبوك طلب هذا أبو خيثمة من الصحابي رضي الله عنه أن ينخزل عنه ويتأخر عنه لئلا يصيبه من شؤمه شيء،
قال أنا صاحب ذنب أخي وأنت لا ذنب لك، فأنت تأخر عني حتى إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم يكون غضبه علي وحدي لا عليك. أما له بهذا فوافق هذا وتركه يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم هذا الرجل المقبل على بعيره قالوا يا رسول الله هذا رجل مقبل على بعير. فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة، الله أكبر، فراسة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وإن تخلف في السير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة فهو أمل عليه الصلاة والسلام أن يلحقه. فلما قرب منهم قالوا يا رسول الله هو والله أبا خيثمة، هذا هو الذي تقول عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه أبا خيثمة. فلما قرب من النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولى لك يا أبا خيثمة، يعني ما فعلت خيرا فعلت حينما استدركت، وإلا كدت أن تهلك، كاد أن يهلك رضي الله عنه كما هلك غيره من المنافقين ومن الذين أخر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام معهم وعاتبهم. أولى لك يا أبا خيثمة، فذكر له القصة، قال إني جئت من مكان بعيد فوجدت امرأتي فعلت كذا وكذا وإني قلت لهن كذا وكذا، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بما صدر منه لامرأتي وبما أحس به من تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره ولحوقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا له عليه الصلاة والسلام بخير. فهو الرؤوف الرحيم بالأمة، سريع زوال الغضب عنه، سريع ما يرضى عن أصحابه رضي الله عنهم، ولا يتأثر بمخالفاتهم رضي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضؤوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعيره، فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلي طيء. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألم أنهكم ألا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه، ثم دعا للذي خنق على مذهبه فشفي، وأما الآخر فأهدته طيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. هذه كرامة من الله جل وعلا لرسوله ولعباده الصالحين. لما سار عليه الصلاة والسلام إلى تبوك كان طريقه على بلد الحجر،
الحجر التي كان فيها النبي الله صالح عليه السلام، وهو الذي طلب منه قومه أن يؤتيهم بمعجزة فأتاهم بالناقة، والناقة هذه تشرب ماء البلد كله في يوم وتعطيهم بدله الحليب واللبن، واليوم الآخر يكون لهم الماء. فقسم الله جل وعلا بينهم الماء فجعل الناقة لها يوم وأهل البلد لهم يوم، يأخذون الماء من الآبار ويشربونها، وتعطيهم الناقة اليوم الثاني الحليب واللبن ويكفيهم ذلك. فهذه نعمة عظيمة، يوم يعوضهم الله عن الماء باللبن، ويوم يجدون الماء. فما استمروا على هذا وإنما طغوا وبغوا وأرادوا قتل الناقة وحوارها ولدها، فألح عليهم نبيهم أن يتركوهما، لأنهم إن قتلوهما فإن الله يغضب عليهم، فأصروا على قتلها كما قال الله جل وعلا إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. عاقبهم الله جل وعلا عقابا شديدا أهلكهم كلهم عن آخرهم، كل من بغى على الناقة وكل من تقدم لقتلها أو أعان على قتلها أو سكت لما عزموا على القتل، منهم من تقدم وقتلها، ومنهم من أعان على القتل، ومنهم من سكت، فالكل متعاونون على الظلم، فهلكهم الله جل وعلا. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرب من مياه ثمود سوى بئر الناقة، بئر الناقة فإن الله أباحه للأمم. فلما قدموا ثمود قال عليه الصلاة والسلام الماء الذي عجنتم به العجين دعوه أريقوه، والعجين أعرفوه الدواب، أعرفوه الإبل، أعطوه بعارينكم، لا تأكلوا منه شيئا لأنه عبارة كالنجس، كالنجس الذي لا يصلح للأكل لأنه عجن في ماء غير نظيف وغير طاهر. ففعلوا رضي الله عنهم، وأنقذ الله جل وعلا المؤمنين من شر هذه الفئة الضالة من الأمم السابقة، أمة سابقة، قوم صالح على نبينا وعلى نبي الله صالح أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكانوا سبب هلاكهم أنهم عقروا الناقة ومنعوها من شرب الماء، وهم الكسبانون الخبثاء، لكنهم عنادا وطغيانا ومعصية لله ولرسله، وإلا هي تشرب الماء يوما وتعطيهم بدله الحليب واللبن، واليوم الآخر يكون لهم الماء، هم الكسبانون، هم مستفيدون فائدة عظيمة، لكن أمرهم معصية لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام، فهلكهم الله بذلك. هذا هو قصة الناقة مع قوم ثمود، مع آل أهل ثمود، كيف كان ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنها ستهب عليكم الليلة
رائحة وهوى شديد صلب، من خرج وحده فإنها ستلتقطه، فلا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه، لأنه إذا خرج ومعه صاحبه يكون كل واحد يقي الآخر الشر بإذن الله. فخرج التزم الصحابة رضي الله عنهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخرج منهم إلا اثنان، واحد خرج للحاجة لعلها البول والغائط خرج لحاجته، والآخر خرج يطلب بعيره. فأما الذي خرج لحاجته فقد اختنق، يعني صرع وأصبح مجنون، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من هذا. وأما الآخر فقد احتملت الريح حتى ألقته في جبل طي، في حائل من الشام، من تبوك إلى حائل، قوة هذه الريح حملته من تبوك حتى أوصلته إلى جبل طي، وسلم ونزل سالم من هناك، وأخذه أهل طي وسروه وأهدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يدرون ولا يتحققون عن أمره حتى يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه عذب وأوذي لأجل معاندته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأهدوه للنبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه. نعم. قلت والذي في صحيح هذا الذي يقول هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله صاحب كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قلت والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حميد، انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي. قال ابن هشام، بلغني عن الزهري أنه قال، لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال، لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابهم. هذه الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار ثمود بالحجر وضع رداءه على وجهه وغطى وجهه وبكى عليه الصلاة والسلام، تذكر تعذيب هؤلاء بسبب معصيتهم للرسل، وقال لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين إلا وأنتم باكون، لأن المرأة إذا مر بديار المعذبين يجب عليها أن يحذر ذلك وأن يستذكر حالهم وما الذي حصل عليهم، فيكون باكيا، فإن لم يكن باكيا فليتباكى، يعني يظهر أنه يبكي جزعا وخوفا من أن يصيبه مثل ما أصابهم كذا. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر بهذا الشكل، يعني غطى وجهه لئلا يصيبه العذاب عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم الأمة بهذا، بأن المرأة إذا ذكر عنده أهل العذاب ما يضحك ولا يسر، وإنما يخاف أن يصيبه مثل ما أصابهم، إذا عاند أو تبايكر أو قال مثلا هؤلاء ظلموا أنفسهم وأنا بريء عن هذا،
يخشى عليه أن يكون يصيبه مثل ما أصابهم. قلت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه. وفي صحيح مسلم أنه صحيح أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه، وهذا خلاف الأولى، لأن الأولى الذي توبع عليه الراوي وأنه أمرهم بإعلافه للبعارين للدواب، ولم يأمرهم بأكله ولم يأمرهم برميه، لأن رميه فيه إتلاف لمالهم وهم في حال عسرة وشدة. عجين عجنوه لهم لأنفسهم يأكلونه، فنهاهم عن أكله وجعله للدواب. نعم. وفي صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه. وفي صحيح مسلم أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين وأن يهرقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وقد رواه البخاري أيضا، وقد حفظ راويه ما لم يحفظه من روى الطرح. يقول إنه في صحيح البخاري أنه أمرهم بإراقة الماء وإراقة العجين، وفي صحيح مسلم أنه لم يأمرهم بإراقة العجين بل قال أعلفوه الدواب. والمؤلف رحمه الله تعالى يرجح عندنا ما في صحيح مسلم على ما في صحيح البخاري، لأن ما في صحيح البخاري لم يتابع عليه، وصحيح مسلم توبع عليه حتى من قبل الإمام البخاري رحمه الله. فعند البخاري روايتان، أنه أمرهم بإراقته، والثاني أنه أمرهم بإعلافه الدواب. وفي صحيح مسلم أنه أمرهم بإعلافه الدواب ولم يأمرهم بإراقته، فاختار المؤلف رحمه الله تعالى الرواية التي تقول إنه لم يأمرهم بإراقته وإنما أمرهم بإعلافه الدواب. نعم. وذكر البيهقي أنه نادى فيهم الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كان عليه الصلاة والسلام إذا حذبه أمر مهم في غير وقت الصلاة أو قرب وقت الصلاة فإنه ينادي الصلاة جامعة، يعني هلموا إلى الصلاة كلكم لا يتخلى منكم أحد، هلموا الصلاة بالفتح، الصلاة جامعة. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بما أوحى الله جل وعلا إليه من الأمر. نعم. وذكر البيهقي أنه نادى فيهم الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا قال على ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم. فناداه رجل فقال نعجب منهم يا رسول الله، فقال ألا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم، استقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. أما دعا صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، قال لما تدخلون على هؤلاء القوم وهم معذبون،
فتكلم رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله ندخل عليهم لنعجب من حالهم حيث عصوا أمر الله جل وعلا فسلط الله عليهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا الذي أدخلنا عليه. قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم ونبئكم بما هو أعجب من ذلك؟ قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال رجل منكم ومن جنسكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام يخبركم بالغيب عن الله تبارك وتعالى ألا تعجبون من هذا؟ هذا محل العجب يكفيكم. ولا تعجبوا ممن عذبوا فتعذبوا بمثل عذابهم. استقيموا ولا تتلفتوا يمينا ولا شمالا. استقيموا وإن الله جل وعلا لا يهمه ولا يعبأ بعذابكم. ما يحرص جل وعلا على عذاب المؤمنين المسلمين وإنما هم أنفسهم قد يقترفون الشيء الذي يستوجب عذابهم. فعلى المسلمين أن يبتعدوا عما يسخط الله جل وعلا. وإذا أسخطوا الله جل وعلا فعليهم أن لا يلوموا إلا أنفسهم لأنهم الذين أسخطوا الله فاستحقوا العذاب. فصل. قال ابن إسحاق وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل الله سبحانه سحابه فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. هذه معجزة وكرامة من كرامات الله جل وعلا لعباده حيث أصبحوا ولا ماء معهم وهم جيش كثير 30,000 30,000 عدد الجيش ودوابهم وكلهم يريدون الماء والصلاة والوضوء ولا ماء معهم فشكوا الحال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه إلى الله جل وعلا إلى السماء وسأل الله جل وعلا فجاءت سحابة فأمطرت فوقهم مطرا غزيرا ارتووا وعبوا الأواني التي معهم من الماء فلما ساروا وجدوا المطر عليهم وحدهم ما راح لا يمين ولا يسار عليهم وحدهم. سبحان الله وتعالى سبحانه وتعالى يعطي عباده ما يشاء سبحانه وتعالى وإنما العباد عليهم أن يطيعوه فإذا أطاعوه وفقوا وسعدوا وإذا عصوا أمر ربهم فالويل لهم فإنهم لا يعجزون الله جل وعلا وإنما الخطر على أنفسهم والهلاك عليهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته فقال زيد ابن اللصيت وكان منافقا أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول وذكر مقالته وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في الوادي في شعب كذا وكذا وقد حبستها شجرة بزمامها فانطلقوا حتى تأتوني بها فذهبوا فأتوه بها. وهذه معجزة وكرامة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. فضح الله جل وعلا المنافق ومن معه وأيد المؤمنين ومن معهم من المؤمنين بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى.
ظلت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، هو بشر وناقته كذلك تظل مثل ما يظل غيره، انطلقت وظلت ضاعت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين ذهبت الناقة، فتحدث المنافقون وتنفسوا وصار لهم مجال الكلام، قالوا هذا صاحبكم يزعم أنه نبي وأنه يأتيكم الأخبار من السماء، ناقة الآن الذي يركبها وفي أمس الحاجة لها لا يدري أين هي. فجاء الخبر من الله جل وعلا بكل هذا سبحانه وتعالى، قال له جل وعلا إن فلانا قال كذا وكذا من المنافقين، وإن ناقتك في مكان كذا وكذا، فأرسل إليها بعض الصحابة ليأتوك بها. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم قال إن ناسا من المنافقين قالوا كذا وكذا، ما يقول عن خراس، إنما قول الله جل وعلا، وإني ما أعلم من الغيب إلا ما أطلعني الله عليه، اللي ما عند الله جل وعلا ما أعلمه. فالله جل وعلا يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من الغيب، وما لم يشاء جل وعلا لا يطلعه عليه. والآيات في هذا كثيرة في القرآن، وإني والله أخبر عنه عليه الصلاة والسلام إني والله ما أعلم من الغيب إلا ما أطلعني عليه ربي، وإنه أطلعني بأن ناقتي في وادي كذا حبسها الرسن اللي في رقبتها تلولس بالشجرة ووقفت، فصارت ما تستطيع تقدم ولا تأخر، فذهبوا تجدونها كذلك. فذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم وجدوها كذلك فأتوا بها، وربما أنه قريب منهم ما أمدها تروح بعيد، يعني مشوار قريب، لكنها بعدما مسكتها الشجرة صارت ما تستطيع تحرك، لا تروح لا يمين ولا يسار. الله أكبر. وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون تخلف فلان، فيقول دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. كان عليه الصلاة والسلام لم يجعل على الصحابة رضي الله عنهم من يسوقهم أو يحرسهم أو نحو ذلك، وكل المرأة إلى نفسه، فيسير عليه الصلاة والسلام وفي أثناء الليل أو إذا أظلم الجو أو نحو ذلك تخلف زيد وعبيد، تخلف من فيهم النفاق، قالوا شعنا بطلبون روح للروم نقاتلهم، نجلس في المدينة إن جونا قاتلناهم وما جووش نبيبهم نروح نخليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك من أراد أن ينهزم وهو يدري عنه عليه الصلاة والسلام، أطلعه الله على ذلك. ثم التفت إلى الصحابة لما قالوا له يا رسول الله تخلف فلان وفلان وفلان، تخلف فلان، فقال دعوه على حاله، إن يكن فيه خير فإنه يرجع ويأتيكم، وإن يكن غير ذلك فشر أراحكم الله منه، تستريحون منه، لأنه لا خير فيه ما دام منافق، لأن المنافق يضر المسلمين أكثر مما ينفعهم، ويفت في عضدهم، ويحدث النفاق في قلوب أناس ليسوا منافقين، إذا بدأ يقول هذا هذا كذا وهذا كذا أثر فيهم، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون يعني يسمعون من كلامهم، يقول عبد الله بن أبي بن سلول الكلام الخبيث فيعلق في أذهانهم، يقول يمكن هذا صدق، والله ورسوله أعلم. فهو عليه الصلاة والسلام يغض الطرف
ويتناسى من يشرد وكأنه لا يعلم عنه، وإن علم فإنه عليه الصلاة والسلام لا يفضحه أمام الملأ. إن كان فيه خير فالله يأتي به، وإن كان غير ذلك فشر تستريحون منه. وتلوم على أبي ذر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره، ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، والله هو أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. في أثناء الطريق أبو ذر رضي الله عنه جمله بعيره الذي يركب تلوم عليه، يعني توقف ما استطاع يمشي، فأخذ المتاع الذي يحتاجه الضروري ونسه على ظهره مشى رضي الله عنه. قال: ألحق الرسول على الأقدام أزي من سير يتابع البعير ذا اللي أتعبني. فلما رآه الصحابة من بعد قالوا: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق وحده محمل متاعه على ظهره. قال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. فلما قرب منهم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر اللي أنت علبت عليه، اللي أنت أمرت أن يكون هو رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. هذه ثلاث خصال. فقد صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه بقي في الحياة حتى خلافة عثمان رضي الله عنهم، فكان رضي الله عنه ينكر على الناس إذا وجدهم يعملون المخالفات. فكان في الشام أولا، فقد شكاه معاوية رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن أبا ذر يشغل الناس، يقول هذا حلال وهذا حرام وكذا وكذا، ويحرم ويشدد عليهم، فلو أخذته عندي قال: أرسله إلي. فأرسل معاوية أبا ذر إلى المدينة، قال: اذهب للرسول. قال: على العين والرأس، هذا ذهابي للرسول فأنا ممنون. فجاء وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان رضي الله عنه، على عثمان رضي الله عنه، فأخذ ينكر في المدينة كما ينكر في الشام، فما أطاقه عثمان رضي الله عنه. فقال له: لعلك تذهب إلى الربذة، الربذة قريبة من المدينة، تسكن هناك عشان ما يشغلك أحد ولا تشغل الناس. قال: سم ممنون. وذهب رضي الله عنه وزوجته وخادمه، معه خادم فقط، وذهب يعمل ويتسرزق الله جل وعلا، وسكن في الربذة رضي الله عنه. وتأتينا قصة وفاته رضي الله عنه، لكنه صدقت في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده الآن ويموت وحده، ما عنده أحد، ويبعث يوم القيامة وحده رضي الله عنه. وهو الصدوق رضي الله عنه، الصادق المصدوق، يقول: ما حتى أقلت الخضرة، ما أقلت العبرة القبرة، ولا ظلت ولا سكن تحت الخضرة
أصدق لهجة من أبي ذر، يعني ما تحت أديم السماء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه، كان صدوق ما يكذب أبدا رضي الله عنه. فصدقت في وراثة النبي صلى الله عليه وسلم هذه كما سيأتينا، بأنه عاش شار إلى تبوك وحده، وبالأخير عاش وحده في الربذة، ومات وحده رضي الله عنه، ويبعث وحده، وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. رحم الله أبا ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة ابن سفيان الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة وأصابه بها قدره، لما نفى عثمان أبا ذر إلى الربذة وأصابه بها قدره، لم يكن معه أحد إلا امرأته وغلامه، فأوصاهما أن غسلاني وكفناني ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمر بكم فقولوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. فلما مات فعلى ذلك به، ثم وضعاه على قارعة الطريق، وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق عمارا، فلم يرعهم إلا بالجنازة على ظهر الطريق قد كانت الإبل تطأها. وقام إليهم الغلام فقال: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعينونا على دفنه. قال: فاستهل عبد الله يبكي ويقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. ثم نزل هو وأصحابه فواروه، ثم حدثهم عبد الله بن مسعود حديثه وما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى تبوك. هذه بعض قصة أبي ذر رضي الله عنه. لما حضره لما حضره الموت رضي الله عنه قال لامرأته وغلامه: إذا أنا مت فكفنوني وضعوني على قارعة الطريق، فإنه سيأتيكم عصبة من المؤمنين جماعة، فقولوا لهم عني هذا الخبر، لا إله إلا الله. فمات رضي الله عنه، في هذه الرواية أنه مات وكفنوه وجعلوه على قارعة الطريق على الطريق، فإذا بإبل تكاد أن تطأه، فأسرع إليهم الغلام وقال: يا أيها الإخوة، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذر، وإنه مات، وإنه أمرنا أن نفعل به ذلك، فأعينونا على دفنه. فلما سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذلك بكى، كان معهم، هو الذي أتى بهم من العراق، أتى بهم من العراق إلى المدينة، ومن المدينة يذهبون إلى مكة للحج، فبكى عبد الله بن مسعود وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، استذكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق الذي قال: يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ثم نزلوا وشيعوه ودفنوه وصلوا عليه ودفنوه رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا.
وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود ومن معه من التابعين من عصبة من المسلمين من المؤمنين أنهم مؤمنون وليسوا بمنافقين. نعم. قلت: وفي هذه القصة نظر، فقد ذكر أبو حاتم ابن حبان في صحيحه وغيره في قصة وفاته عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يدان لي في تغيبك. قال: أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت. والله ما كذبت عليكم ولا كذب علي. فوالله ما كذبت ولا كذبت. فأبصر الطريق. فقلت: أنا وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق. فقال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أسند إلى رضي الله عنها تقول: ما جاءنا أحد على الوقت ذا، الوقت هذا ما في أحد يمشي بالطريق، لأن الحاج رجعوا وما في أحد يروح إلا وقت الحج، لأن خوف وشدة ويخاف الواحد على نفسه ومن معه، فكانوا يأتون عصابة جميعا كثير يحجون ويرجعون جميع علشان يحفظ بعضهم بعض، ما وقت جاينا أحد. قال: لا، اللي بيجي أحد بيصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لي أنا وجماعة معنا كلنا عنده، قال: لا يموتن واحد منكم في فلاة من الأرض تشهده عصابة من المسلمين. سيأتي إن شاء الله عصابة من المسلمين يتولون أمري، فلا تبكي يا زوجتي رضي الله عنها أم ذر. نعم. فقال: اذهبي فتبصري. قالت: فكنت أسند إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، فبينما أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم، قالت: فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أمة الله ما لك؟ قلت: امرأ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين، وليس من أولئك النفر نفري رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذبت ولا كذبت. ولا كذبت. والله ما كذبت ولا كذبت، إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال: أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي، قال: أنت فكفني
فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. الرواية الأخرى أن زوجته لما بكت قال: ما يبكيك؟ قال: ولا مالي لا أبكى، أنت تموت في فلات من الأرض، وليس عندنا ثوب يسعك نكفنك فيه، ولا نعمل شيء، مش نستطيع أن نسوي. فقال: لا تخافي، لا تبكي، سيتولاني جماعة من المؤمنين يأتي الله بهم الآن. فلما فكانت رضي الله عنها تنذب، لأن ما في طريق واحد اسفلت مثلا يمشي مع المار، لا، هذا يمشي من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا، إنما يمشون على اتجاه الشمس والقمر وكذا والنجوم، يمشون على اتجاه، حتى طريق العراق من العراق إلى المدينة واسع. فكانت رضي الله عنها تذهب إلى الكثيب من الرمل، ترى صعد فوقه علشان لعله شو أحد مار منا ولا منا، فتناديهم. ثم إذا تأخرت ذهبت إليه تشوف صاحبه لجته وخلته ليكون مات. وهكذا تتردد بينهم رضي الله عنها وأرضاها، ومذر لها مواقف مشرفة رضي الله عنها. فبها بإحدى المرات ترى الرجال راسبين على رواحل تموج بهم في الصحراء، تمشي بهم بسرعة، فأشارت إليهم فوراؤها وجاءوا إليها، مالوا إليها وقالوا: ما شأنك يا أمة الله؟ قالت: هذا رجل من المسلمين يموت، عاونونا عليه جزاكم الله خير. قالوا: من هو من المسلمين؟ قالت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نعم، أبو ذر صاحب رسول الله. فسهل عبد الله بن مسعود يبكي رضي الله عنه، وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم جاءوا كبيرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي الجليل. فسهل يبكي وجاء إليه، وجاءوا إليه وإذا هما مات. الرواية الأخرى تقول أنهم جاءوا وكفنوه وأنه قد مات، الثانية هذه تقول أنه ما مات، جاءوا إلى أبي ذر فسلموا عليه، فقال: أبشروا، عندي لكم بشارة أنكم إن شاء الله من المؤمنين، ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم اللي تشهدون على وفاته الآن، تشهدونها، فأنتم من المؤمنين إن شاء الله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. لكني ما أحب أن يكفنني بثوبه، أنا لو عندي ثوب لي أو لزوجتي لا أخذته وكفنت نفسي به وكفنني فيه، لكن ما عندي شيء يسعاني، ثيابه قصيرة وثوبه قليل وثيابه ثياب زوجته كلهم رضي الله عنهم في فقر وحاجة. فقال: أنا دخيل الله ثم دخيلكم، أنكم ما تكفني ما يتولاني أمير ولا عريف ولا نقيب ولا من تولى أمرا من الأمور، أخشى أن يكون ثوبه هذا ليس بنظيف أو ليس بحلال الله، أن هنا له شيء. ولهم كلهم هذا صار تولى الإمارة، منهم كبيرهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صار أمير بالعراق، وغيره وغيره كلهم ما استطاعوا، ما وجدوا إلا واحد من الأنصار صغير، قال: أنا يا عم تولاك، عندي ردائي هذا صنعته أمي، غزلته أمي. قال: أنت ذاك، أنت الذي تولاني رضي الله عنه. فتولاه هذا الغلام وكفنه وصلوا عليه ودفنوه رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول مذر هؤلاء العصبة، يقول: أنتم الذين أشار إليكم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم من المؤمنين، والله ما كذبت ولا كذبت، ما قلت هذا مجاملة لكم أو كذبا عليكم، وإنما هذا الصدق الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي كذلك منزه عن الكذب، فهو ما كذب علي، فهذا هو الواقع، هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لكم بأنكم من المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا
وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارب بعض هذه الوظائف، لأن هذه وظائف المسلمين، لما صار أمير ولا صار عريف ولا صار نقيب ولا صار كذا ولا صار كذا، بريد الذي يعني هؤلاء موظفون حكومات، يقول ما ودي تولاني واحد ممن تولى أمر الدولة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحكايات فيها علامات نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه ولطف الله جل وعلا بعباده، أنه لا يضيع من أحسن عملا ومن اتقاه جل وعلا.